صرخة ورايا مرفوعة بعد بنهدي جفوفنا عباس لأن جفوفه مقطوعة. رايحين يزحفون عند عباس ترى افتح الباب أبو فاضل. لكن شاعرنا يقول العباس يعتذر يقول له أبو علي أنت كلفتني وهذا شرف أصير بواب إلى حضرتك، لكن ما غير أملك العالية اللي أستقبل بها زوارك. أبو علي اسمح لها ترى يا أخوي حسين زواري إجوا من سائر البلدان. اسمع اسمع شو يقول، شلون اقدر بلا شفين استقبلهم بالاحضان. يا اخوي حسين اترجاك دور وين شفيني او بالراحة يا بعد الروح جر السهم من عيني. اريد اشوف زواري يا اخويا شلون تلفيني واقضي حاجة المحتاج بفضل الواحد الديان. واذا تقدر تجي لقبري تشرفني يا نور النور، لكن زينب لا تجي وياك وحق ضلع امك المكسور. اخاف تشوفني وتسأل عن وعدي بشهر عاشور وانا منها ومن سكنه. يا اخويا وش كثر خجلان وانا منها ومن سكنه. يا اخويا وش كثر خجلان ويلي. قال لو اقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس السهم اللي طف عيونك خمد مني الانفاس. واذا راسك يا اخويا مصاب انا جثة بلية راس من الرضلة سقف صدري رضيع من ذبح عطشان. وقالي لكن طلبتك طلب يا عباس وادري ما ترد حسين. مربى مربى هذا يا عمي مو رواية احنا نمر عليها بس ما نعطي لها بال. الحسين والعباس والحسن والإمام علي قاعدين بالمسجد أثاري الحسين عطش فقال لأبي إني عطشان. شافه وإذا طفل صغير قايم رايح إلى أمه مسرع. أمه أريد ماي أخي الحسين عطشان. وأنت عندك الرواية على كل حال وتفاصيلها. عطت الإناء طفل صغير خلاه على راسه وجاي يدرج ظل الماي يصبب. علي قاعد يشوف إذا بالطفل قد أطل يتخطى الرقاب والماء يتصبب على كتفيه. قام إليه مسرع ودموع جارية ضمه إلى صدره. اخ طلبتك طلب يا عباس وادري ما ترد حسين. انا جست بلي راس وراسك من راحت عين. يا اخوي يتفقد الزوار اذا وياهم. الله اكبر. ام لبنين واخويا محمد وبنتي
العليلة يا قمر عدنان. قال له أنا خجلان من أمي ومنك يا أبو الأحرار، ما أقدر أشوف أم البنين، تقول لي مو أنا جبتك فدائي لحسين، أشوف صدرك سليم ما داست الخيل عباس، وصدر ابن البتولة قد رضضته الخيل وكسرته، وش أقول له؟ أنا خجلان من أمي ومنك يا أبو الأحرار، لكن لأنك أغلى من روحي يا أخويا بسأل الزوار، يا زوار العزيز حسين أطلب منكم الأخبار، وقبل أمي أخبار حسين وزينب كعبة الأحزان. قالوا أخوك حسين يا عباس ما تتوصف أحواله، كفاية السهم المثلث بقوة من الظهر شاله، وعقب عينك أخوك حسين داس الشمال. إلهي تقبل منا الأعمال، لقنا في الدارين خير مآل بحق محمد والآل جماعتي الحاضرين فردا فردا، احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم متعلقيهم، بارك اللهم في أعمالهم، ادفع اللهم أيدي الظلم عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اقض حوائجنا، أيد وارحم واحفظ علماءنا ومقدساتنا، شافي جرحانا ومرضانا، فك أسرنا وأسرانا، حقق مطالبنا، ارحم شهداءنا وأمواتنا ومن مات على الإيمان، سيما السعيد من اجتمعنا بسبب، اصعد اللهم إليك بروحه، جافي الأرض عن جبيه، عرف بينه وبين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأرهي وجهه، ليأمن به يوم الفزع الأكبر كما آمن به ولم يره، واخلف على أهله وعقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. ورحم الله من يقرأ لروحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة، قبلها صلوات على محمد وآل محمد.